بسم الله الرحمن، السلام عليكم أزير في حلقة جديدة من سيرفر ارت ماينرز. اليوم راح نبني شيء معكم ان شاء الله يكون شيء كذا بسيط ولطيف ما نتأخر فيه، احنا نقدر نبني لنا صراحة شيء بالحسني. طيب الشيء هو انا بدأت فيه، قلت ليش ما اصور معهم، ما في مشكلة. في البداية اعطيكم الف الف عافية على الدعم. حلقات الماضية من سلسلة ارت ماينرز تقريبا قاعدين نعدي، قاعدين نحاول نجيب 100، وفي مقاطع عديناها بالمية لايك في حلقات ارت ماينرز. مثل رايكم الحلقة الماضية هتبت الكشك او الاكشاك، تقريبا وصلنا تقريبا ها حول 100، قرب نجيب 100. يعطيكم الف الف عافية، خلينا نجيب ظلم اكثر 100 لايك، ليش لا؟ نو بروبلم، صح؟ ما في مشكلة عندكم؟ في مشكلة عندكم تجيب 100 لايك؟ ما تجيبها. المهم فيعطيكم العافية، حتى الكومنتاتكم مرة اسطورية صراحة، مرة تحفزون اللي ينزل سلسلة ارت ماينرز. لكن مثل ما قلت لكم سلسلة ارت ماينرز يبغى لها الشغل، يبغى لها تكتيك، يبغى لها تصوير صعب، فهمت علي؟ غير سلاسل الباقي. اذا ما حد شاف مقاطع الباقي اللي نزلها غير ارت ماينرز، روح شيكها، تلقوها بقناتي، نزل كثير ريكوردز بتورز لايك بلوك سلسلة اساطير. بعد ما وصلنا عليه لا تسحب عليها، ترى كل اسبوع حلقة. خلنا نبدا الحين. طيب اشتغلت على كم شيء انا هنا. طيب في البداية خلنا اقول لكم كيف راح يكون نظام النافورة. اشتغلت عليه شوي كذا، شيء بسيط اشتغلت، قلت خليني اصور معكم. فهذا الشيء اللي اشتغلت عليه، شيء سهل بسيط عادي، بلوكتين ثلاث فراغ، بلوكة هذا يعني ثلاث بلوكات كذا، كل واحدة فراغ. بعدين تجي بلوكتين تعكس، تحط بلوكتين، بعدين عندك فراغ بلوكتين. بهذا الشكل بعدين حطينا فوق البلوكة الوحيدة اللي هي ستيرز بهذا الشكل، بعدين قلبنا ستيرز مقلوب على هذه الأماكن، مش شايفين ستيرز معدل على هذه الأماكن كذا الفاضية. بعدين ضفنا سلابات على هذا المكان، بعدين ضفنا ذا الشيء سلاب الأرضية، وهنا ضفنا ايرون كبلسون وول فوق سيلانتر وفوق سلاب وترابدور على ترابدور، صح يسمونه ترابدور هذا؟ ايه ترابدور على كل الأماكن. الحين شوفوا راح استخدم نفس النظام اللي استخدمته يوم إننا قاعدين نبني شب الخشب، على ما تتذكرونه إن شاء الله تتذكرونه. نفس النظام اللي هو أقول لكم أسوي جزئية بعدين أقطع، إذا في شيء يتسوى في الجزئية الثانية أوريكم كيف نسوي. يعني الحين راح أكمل هذه على شكل دائرة. طيب راح تجي سهلة هي الحين، نفس الشيء راح تنعاد الحين، فراغ بلوكة، يعني ثلاث بلوكات فراغ، بعدين بلوكتين فوق، بعدين ندخل فراغ. المهم نفس الشيء لكن لكل الجوانب، فراح أسويها كذا على السريع وأرجع لكم. راح طلعت تقريبا بهذا الشكل، أنا موقف بالنص لقيت طالع كذا شوي معوجة، حط لكم بهذا الشكل. نقصنا شوي تراب دور هناك، بعدين خلاص ما في مشكلة، بعدين نحطهم. طيب الحين ننزل. طيب بعد ما خلصنا سويتها كلها بنفس الشيء، وضفت هنا سلاب كذا طالع لفوق، صرنا تاخذ شكله زين. و راح تجي على هنا تقريبا بالنص، هذا النص تقريبا، تحدد 1 2 3 4 5، بعد الخمسة اللي هذا بهذا الشكل راح تكون ثلاثة بلوكات بهذا الشكل، راح تخليها ثلاثة ثلاثة بهذا الشكل، راح تحطي خط بهذا الشكل. هسه كرة الرسوم شوي، خط بهذا الشكل، بعدين نعطيها لاير ثاني بهذا الشكل. يعني ما حد كريف رانت هو. طيب نشيل هذا، نحط ستيرز مقلوب. راح اسوي ذا الشيء على كل الاتجاهات وارجع لكم يلا. طيب بعد ما تخلصوهم بهذا الشكل كل الجهات، راح تملوا هذه، حبيت تملوها بلوكتين او بلوك واحده ما اصلها ما يفرق، لكن ابي امليها بلوك واحده اساس انه الطيارة عدت. بالله ما تقدر تأدي للحين. وات. المهم الحين راح نبدأ بشغل هنا. هنستخدم ستيرز شوي هنا الحين. راح ناخذ ستيرز معدل، ستيرز مقلوب على هذا الشكل،
هو الزاوية بعد ستيرز هنا معدل، ستيرز معدل، وراح تكون بلوك تقريبا هنا بالنص تقريبا. طيب بعد هنا كذي لازم نضيف هنا بلوكة وهنا بلوكة. طيب بهذا الشكل راح نرفع كلهم بلوكة واحدة، راح يصير معنا الشكل بهذا الشكل، الشكل بهذا الشكل. فكرة حلوة. طيب راح نحتاج ستيرز، ستون بريك ستيرز عندنا هذا الشكل. راح نحط ستيرز مقلوب، ستيرز مقلوب، وستيرز مقلوب بهذا الشكل، وبعد هنا ستيرز مقلوب، وهنا بعد ستيرز مقلوب، والله في كثير ستيرز مقلوبة، وهنا بعد وهنا بعد راح يطلع معكم بهذا الشكل. والحين راح نستخدم الستون بريك شويتين، راح نملي ذولي كلهم بهذا الشكل، حبة هنا حبة هنا وحبة هنا تقريبا. بعدين نضطر نستخدم كبل ستون، شو اسمه الله سبحانك، كبل ستون، شو اسمه، كبل ستون ستيرز وسلاب. فدقيقة بس قبل ده الشي نحط هنا كبل ستون ستيرز، وهنا بعد كبل ستون ستيرز. طيب نطلع هنا على السريع كبل ستون، عفوا هنا ما كان كبل ستون ستيرز، هنا كبل ستون ستون بريك، عفوا هنا كبل ستون ستيرز. بدينا نعطيها سلاب ونروح للخطوة اللي بطلع. هنا قاعدين من الأسد، يعني ركزوا شوي، شوي صعب يعني، أنا بنحس فيه شوي الحين، فما أدري قاعد أخذها نقطة نقطة، هذا أنا وجه فيها ليت. يلا طيب ننتقل للخطوة اللي بعدها، راح نحتاج نسوي لاير بهذا الشكل، 1 2 3 4 5، بعدين 1 2 3، بعدين ستيرز، ستيرز بالشكل اللي هذا قاعد نوصل عند رجله تقريبا. طيب بفتح ظل الاشياء كذي، 1 2 3 4 5 وثلاثة، بعدين ستيرزنا ستيرزنا، راح نملي هذه كلها بستون بريك، ستون ستون بريكس يب. بعدين نجيب بلوك كبل ستون، هذا كبل ستون بلوكه بهذا الشكل، نعطيها حبة، ايوه شكل تقريبا يب، اوه هنا هنا تقريبا يب بهذا الشكل كذا تمام. طيب الخطة اللي بعدها يبغالنا ثلاثة، 1 2 3، اوكي لاك شكله يب لاك شوي، ثلاثة بخمسة يعني 1 2 3 4 5، نطيهم كلهم ذا الشكل. هناخذ لنا سلاب ستون بريك، نحط حبة هنا حبة هنا، اوكي وين البداية، او هذه هنا، راح نحط ستيرز معدل، ذن ستيرز مقلوب ذا الشكل، ستيرز مقلوب بهذا الشكل، بتأكد شكله كيف جاي، ايوه بالضبط تقريبا بدل الاسد يتشكل عندنا تقريبا مثل ما انتم شايفين. تصحيح بسيط غلطت فيه انا، هنا راح يكون ستيرز مقلوب بهذا الشكل، وهنا ستيرز معدل يعني راح يكون بهذا الشكل، دقيقة بهذا الشكل، يب انا غلطت فيه وصححناه الحين، كويس انه ما كملنا جملة في العيد بعدين كذا قمنا نتفتل كذا، وش ذا اي وش ذا يلا. طيب هنا في استيرات كثير، راح نسامي الاستيرز كثير، فانتبهوا شوي معي. هناخذ فل لاير طبقة كاملة بهذا الشكل، نشيل هذا بس نحطها هنا ونكمل هذه، هنضطر نشيل هذول الاثنين، نحط ستيرز ملصق مع الجدار بالشكل، ستيرز مع الجدار هذا بهذا الشكل. طيب طيب راح تاخذوا ستيرز مقلوب، ستيرز معدل، ستيرز مقلوب، ستيرز معدل، بعدين هنا راح يكون ستيرز معدل، ستيرز معدل، بعدين انا ما اعتقد انه يجيكم ستيرز مقلوب بهذا الشكل ان شاء الله. صح يب يب صح. نروح للخطوة اللي بعدها. طيب هنا قاعد احاول ابسط لكم الشرح باكثر تبسيط ممكن، هيك صراحة بحالة منحوس، لكن
انا قاعد اشوف شرح كيف يصير اسد بالحالة، فهمت علي؟ ف شوي ملحوظ شوي، فراح تصير عندكم 1 2 3 4 5 بعدين سلاب تقريبا، بعدين ستيرز لاصق بهذه ستيرز معد ستيرز لا دقيقة، يب تقريبا كذي ستيرز لاصق بهذه ستيرز معدل بهذا الشكل كذا، راح يطلع عندكم الشكل تقريبا. بعدين راح تكون عندكم ستيرز هنا، طيب ستيرز بهذا الشكل، بعدين بلوكه بلوكه على ما اعتقد، وراح تصير لكم ستيرز مقلوب، ستيرز مقلوب بهذا الشكل، غبي اشوف الشكل من بعيد، يب تقريبا بهذا الشكل. نروح الخطوة بعدها. والله صراحة والله راح اتابع العدد بشكل مو طبيعي. يلا نروح الخطوة بعدها. طب راح نضيف شيء، راح نضيف وين 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 ذا المكان، وين يا بحلال لحسني ذا الله يهدي. ايه راح تحطون هنا ستيرز مقلوب، ستيرز مقلوب خاف خلني نعطيها حب زيادة، ستيرز مقلوب بهذا الشكل عشان يعطينا كذا زاوية كذا شكلها غريب. المهم نروح لل بطلع السيف، بجيب كبل ستون سمبرك سلاب، راح اطحبه هنا نروح خطوة بعدها. يلا على السريع. ايه راح نحتاج الحين كبل ستون شو اسمه ستون بريك، بعدين ستيرز طيب هذه راح تكون الفم تقريبا، هذه راح تكون الفم اللي نهزم منه الماي، فكبل ستون ستون بريك كبل ستون ستيرز مقلوبين كذا مع بعض. بعدين طيب راح تصير بالشكل قدامكم، بعد ستيرز معدل ستيرز معدل، بعدين سلاب سلاب وبقى دقيقة دقيقة دقيقة، ما راح يكون في سلاب اصلا، ايش جاب ام السلاب؟ راح تكون بالشكل، راح نحط ستيرز معدل على ذا الطرف، ستيرز على ذا الطرف، بعدين كابل ستون سلاب، والله عجزت اقول اساميهم اصلا، بعدين كابل ستون ستيرز بهذا الشكل. هنا راح نحط بلوك كذا بهذا الشكل تقريبا تقريبا تقريبا، خربنا قربنا نخلص من هذا الادمي الحيوان هذا. فراح نحط كابل ستون هنا، وراح نحط وراها بلوكتين، وعلى اخر بلوكتين راح نحط ستيرز، وعلى هذه البلوكه شايفينها مو الاولى الثانيه نحط ستيرز بهذا الشكل. طيب طيب راح نحط كبل ستون ستيرز مقلوبة تقريبا بهذا الشكل، هذا الفم تقريبا. طيب راح يطلع شكل الحين شيء، هذا شكل ابو كلب، بعدين ستاب سلاب سلاب بهذا الشكل تقريبا. الاسد صار عندنا جاهز، يب تقريبا هذا هو الاسد، حس انه فمه مره كبير ما ادري ليه. المهم الحين يبغالي اسوي له كوبي بيست كل الاماكن هذه، الله يعيني. المهم ان انتم شفتوا كيف سويت انا، فالحين انا انتقل اني اسوي ذا الشيء على كل الاطراف، على 4 اطراف راح اسويه على السريع وارجع لكم. يلا طيب رجعت لكم بعد تقريبا ساعه، تقريبا حول الساعة، صراحة مرة شيء دعبني مرة 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 مرة، لأن فيه ديتيلز مرة كثيرة من قدام، فهمت علي؟ ستيرز مقلوب ستيرز معدل، ففي وحدة بعد لخبطت فيها واضطريت إني أرجع أكسرها وأرجع أبنيها، فهذول هم تقريبا كذي بهذا الشكل، طلع شكل طلع شكلهم خرافي صراحة، أحسهم يستحقون ذا التعب كله صراحة، ويستحقون التعب عشانكم يا عيال مشتركين. استاذ العظيم. طيب هنرى الخطة اللي بعدها، نقول بسم الله. طيب الخطة اللي بعدها تقريبا راح نضبط الأرضية، راح نشيل كل الزوايا هذه، بس الزوايا بس الزوايا. طيب طيب بهذا الشكل على كل الزوايا، طبعا انا في اشياء مثل زمة ان شاء الله هذولا بهذا الشكل. اوه اوه اوكي هذا الريفين حق موزة، طيب ما حد شاف بهذا الشكل، والله في فضايح. هم
راح افضيه كلكم، افضيله كله كامل وارجع لكم. بعد ما فضيته كل الحواف هذه، راح تفضوا الحواف اللي هي داخل هذه اللي هنا تقريبا. طيب هذه شايفينها الملاصق مع الجدار، ما ادري جيتني دروبات، جيتني لاك، في لاك في لاك انا في لاك بهذا الشكل. اوه اوكي، عمليها بستون بريك بهذا الشكل على كلها، فهمتوا؟ هذه بعد فيها تكسير بهذا الشكل، هذا عندكم مربعات كذا بكل مكان. طيب راح اخلص افضي الحواف القريبه النافوره واسوي هذه وارجع لكم يلا. طيب بعد ما خلصناهم بهذا الشكل راح ظل عندكم ذي الفراغات، فهذه الفراغات راح نفضيها ونمليها بالكابلستون، فراح اسويها على السريع وارجع لكم يلا. طيب لما وصلنا لفوق هنا طلعنا فوق وراح ننزل لتحت بهذا الشكل. طيب ابي اسوي ثلاثة بثلاثة، مشكلة ما عندي هذا، ما في مشكلة نسويها بهذا الشيء. بروبلم، المهم ان ثلاثة. طيب حناخذ ماي ونصبه هنا بالشكل على أربع أماكن. طيب بعدين راح نضطر نطلع فوق، أبي أطلع فوق بس هنا. أوكي لازم نرميها كذا تقريبا، فدقيقة خل تطلع. أيوة دام متحمس طالعني مرة فوق، فراح تكون المايك كذي، فبغالي بس اسويها، بس دقيقة بسوي شي فوق عشان اقطع واسويها. طيب بهذا الشكل، والله بيفود انا قاعد ادمج مرة من هذا. ايش بغانا ايش بغانا، مشكلة هذا ما عندي بلكات، فراح نسوي ثلاثة بالشكل على شكل اكس. طيب بهذا الشكل راح ناخذ ستيرز، ستيرز كويس ان عندنا ستيرز، نخليها بهذا الشكل. طيب راح ناخذ سلاب سي اكس بهذا الشكل. طيب الحين ايش يبغى لنا؟ بس باقي باقي ننزل الماي من فم الاسد ونوصل الماي، فراح اسوي ذا الشيء وارجع لكم يلا على السريع. اوكي رجعنا لكم بعد ما خلاص، الصراحه تعبت عليها تعب ما بصاحي، مرة تعبت عليها. يا تقدروا التعب اللي تعبت عليها صراحة، يا تقدروا تعطونا لايكات، تعطونا الكومنتات الزين اللي حقتكم، تعطونا افكار تكون في خير المنطقة. هذه كانت الحلقة، ان شاء الله عجبتكم الحلقة، ان شاء الله استفدتوا اهم شيء. وتلقوا قناتي على الكلب ديسكربشن، يعطيكم العافية على المشاهدة، خلينا نوصل 100 لايك، نشوفكم في الحلقة الجاي، في امان الله.